بعد خوض المرحلة العاشرة والأخيرة من طواف جزائر الدولي للدراجات الهوائية، انطلق سباق الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر 2023 بمشاركة أكثر من 80 دراجا تنافسوا في المسلك المغلق حسين عسلة على طول مسافة 82.5 كيلومتر. سباق رسمي مسجل في رزنامة الاتحاد الدولي، مؤهل كذلك للألعاب الأولمبية. نظن أنه المسلك كان الاختيار تاعه بما أنه الجزائر العاصمة ولاية لديها تقاليد هذه الرياضة، وكان عدة الجمهور هذه الرياضة كان طالب بهذا المسلك بما أنه هذا المسلك مسلك تاريخي، وإن الجائزة الكبرى للجزائر العاصمة مرتبطة بهذا المسلك. السباق الذي أشرف عليه الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية والذي امتد لخمسين دورة عرف تتويج الدراج الجزائري يوسف رقيقي من فريق ماليزيا بالمرتبة الأولى بتوقيت قدره ساعة واحدة وواحد وخمسين دقيقة وثلاث وخمسين جزءا من الثانية، فيما عادت المرتبة الثانية للدراج هاغوس ميرن من إريتريا، في حين فاز الهولندي سترافر جاري بالمرتبة الثالثة. كما يقول لك مبروك علينا كجزائريين، هذا التتويج مش راح يكون كما يقول لك موش خاص ليا، هذا فوز نهديه كل الجزائريين اللي كانوا متابعينا طول هذه الدوره في طواف الجزائر وفي دوره الجزائر الكبرى. انا حضرت للفوز بالمرتبه الاولى للسباق الذي كان صعبا، لكن المرتبه الثانيه ايضا جد مرضيه. الطبعة 17 من الجائزة الكبرى للدراجات لمدينة الجزائر هي فرصة بالنسبة للأندية والمنتخبات الجزائرية لحصد عدد أكبر من النقاط من أجل تحسين تصنيفهم العالمي والاحتكاك بنظرائهم من مختلف الدول لتطوير خبراتهم.